ايه الفرق بين السباح المصري والطلياني والامريكاني؟ والله مفيش فرق يعني، هو تدريب ولا يعني إيه؟ حد عارف يعمل او يوصل لهدف او يوصل لمركز، يعني الجيل الصغير بيبص له، فهو عايز يحقق الانجاز اللي هو عمله، وبس مجرد ان حد عمل حاجه هي هتحصل. واحنا في مصر عندنا الريسورسز، عندنا الامكانيات ان احنا نوصل للموضوع ده، انك تحقق ده. وانا دلوقتي يعني مثلا في بعمل زي سويم كلينكس بتساعد السباحين الصغيرين، يعني النهارده في يعني ايه سويمينج كلينك؟ سويم كلينكس بتساعد السباحين تفكيرهم على السباحه عامل ازاي، طريقه العوم بس. فمثلا النهارده يعني بيبقى في واحده في القاهره، واحده في اسكندريه، انا من اسكندريه، واحده في المنصوره طبعا. او كذا يعني. احنا عندنا الامكانات. انت علشان بتقول انه احد اهم الاسباب انك تتفوق انك تبقى وسط مجموعه عاليه، مجموعه فيها منافسه كبيره ومجموعه عاليه. هل احنا عندنا انه يبقى عندنا المجموعات دي نقدر نقدم طريقه المنافسه والاحتكاك ده طبعا، بس للاولاد؟ يبقى في التفكير الصح، يعني تبقى منافسه، منافسه ان انا عايز اكسبه في الميه، يعني ما يبقاش كلام بره الميه، ما يبقاش موضوع الميه شخصي تكدب الغطاس. فبس يعني يبقى التفكير صح، يعني توجه الجيل الصغير ازاي يعوم، ازاي يتمرن، ازاي يفكر عامه كسباح. فالحاجات دي صغيره بس بتفرق كتير جدا. انت يومك متقسم ازاي؟ انا بصحى كل يوم 4 الفجر، لازم ابقى على حمام سباحه 4:45 انا بنام الساعه بالظبط، 4. تمام. اكون بسخن واخلص تمرين الصبح بيبقى ساعتين تقريبا، ارجع اكل، انام، بيبقى في تمرين مثلا جيم لمده ساعه، بعد كده في تمرين تاني ميه سباحه لمده 2:30، وخلاص كده انا يعني جبت اخري يعني بعد كده. وطبعا على حسب انت ايه المسافات اللي انت بتعومها، لو ميدل ديستنس او ديستنس زي ما انا بعوم، بيبقى حجم التمرين قد ايه. وانت في الميه بيبقى، احنا دايما بنبقى مش عارفين السباح ايه اللي بيفكر فيه، بتفكر في ايه؟ بتبقى ما بتفكرش في حاجه، منطلق بس في اتجاهك، بتفكر في التوقيت، بتفكر في اللي حواليك، في ذهنك فين؟ ولا لا تركيز كامل؟ لا هو تركيز كامل، يعني مثلا لو ساعات مثلا مدرب يسالني انت حسيت بايه، عملت ايه، اقول له انا كان قفلت عيني فتحت عيني، انا خلاص خلصت السبق. يعني لو سالتني مثلا عن سبق معين انا ممكن ما افتكرش اللي حصل بالظبط، بس اكيد يعني في حاجات بفتكرها. بس انا زي ما بقول يعني انا بعوم كل يوم كتير جدا جدا، لو بتعوم اكتر ساعات من 16 كيلو في اليوم، فانا خلاص انا واقف على الستارت، انا عارف نازل هعمل ايه، عارف انا، وكمان انا بحب السباحه جدا، فانا عارف مين السباحين المعروفين، مين السباحين الكويسين، وتقعد بيتمرنوا تذكرهم ازاي وتشوفهم. بالظبط بالظبط، واعرفهم بيتمرنوا ازاي، فده بيفرق معايا. فانا خلاص نزلت على الستارت، انا عارف هعمل ايه، ونازل نازل بعمل اللي انا بتمرن له. لو في اب او ام دلوقتي بيشوفونا يفتكر مثلا انه عشان ابنه يبقى بطل سباحه وهو غاوي وهاوي سباحه، محتاج انضباط زي ما انت كنت عامل، ولا محتاج فلوس كتير لانها رياضه بتصرف، ولا محتاج ايه؟ محتاج انضباط زي ما حضرتك قلت، وفي نفس الوقت لازم يكون يعلمه انه ازاي يحلم، ازاي يبقى يصحى كل يوم عنده حلم عايز يوصل له. يعني لازم، غير كده الحياه تبقى ممله، يعني لازم يبقى في حلم او حاجه انا بسعى لها كل يوم، حاجه انا بتعب لها كل يوم. ايه اللي في ظهرك ده؟ ده تبقى نوع من انواع الريكفري، تبقى زي الحجامه. الكاسات الهواء دي ولا مش عارف بتعمل ايه، دي بتفرق؟ بتعمل حاجه انا فعلا بحبها يعني؟ الصراحه. انت بتحبها؟ يعني والسباحين عامه بيعملوها، بس في ناس بتحبها في ناس مش بتحبها، بس انا على ليها طول اثر يعني. ولا ده لان انت بترتاح فيها فده جزء من النفسيه؟ هي ممكن فعلا زي ما انت بتقول تكون نص، يعني هي برضه السباحه ممكن 50% تكون انت لازم تكون يعني سباح عشان يبقى سريع، لازم يكون مبسوط، لازم يبقى مرتاح لازم نفسيا. يبقى